مشاهدينا حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم مشاهدينا خصصنا فقرة صدى عن منتخبنا الوطني لكرة القدم لتكون شاملة وملمة برحلة إعداده ومشواره، بدءا من مباراته الأخيرة أمام نظيره الإماراتي التي انتهت بالتعادل السلبي وصولا إلى التصفيات الآسيوية المشتركة التي من المقرر أن تستأنف في آذار المقبل إن شاء الله، حيث تنتظرنا ثلاث مباريات مهمة من شأنها أن تجعلنا متأهلين عن المجموعة الثالثة التي يتزعمها أسود الرافدين بإحدى عشرة نقطة. هذا المحور وقضايا أخرى متعلقة بالأمر سنطرحها من خلال فقرات البرنامج لهذا اليوم. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. مشاهدينا أهلا بكم من جديد مع محور حلقتنا لهذا اليوم المخصص عن أهم الأحداث التي رافقت رحلة سود الرافدين بمشواره الإعدادي الذي تجلى بخوضه مباراة ودية مؤخرا تعادل فيها سلبيا أمام مضيفه منتخب الإمارات، وهذه المباراة تعد بمثابة بروفة إعدادية مهمة تمكن من خلالها المدرب كاتانيش ومساعديه من الوقوف أمام جميع السلبيات التي ترافق رحلة الإعداد، خصوصا وأن المنتخب خاض المباراة بلاعبيه المحليين فقط مع إضافة أربعة محترفين، وهذا الأمر جعل هنالك اختلاف بوجهات نظر الشارع الرياضي ما بين مؤيد ورافض له، على أساس أن المحترفين الذين يشكلون العمود الفقري للمنتخب غير متواجدين، وهذا ما جعل المباراة تبدو ضعيفة المستوى فنيا بعدما ظهر بعض اللاعبين بمستوى لا يؤهلهم لخوض مباريات التصفيات على أقل تقدير ضمن هذه الفترة القصيرة. وفي جهة أخرى هنالك من أشكل على طريقة اللعب وتكتيك الفريق العراقي، إذا ما وضعنا بنظر الاعتبار أن الفريق المنافس هو الآخر لم يظهر بمستواه المعهود، لتذهب المباراة إلى التعادل الأبيض مع ترهل المستوى العام نوعا ما. منتخب الإماراتي أكثر، تحنون وعلي صالح، وهنا كرة ملعوبة خطيرة. يا سلام، حلوة كانت اللقطة. خليل إبراهيم أرسل كرة. جمهورنا الرياضي، هذه وقفة مع بعض التصريحات التي استنبطها أصحابها حول ما دار في مباراة منتخبنا أمام نظيره الإماراتي، سنتابعها وإياكم من خلال فقرة دقيقة ونص، خليكم ويانا. كشف مدرب المنتخب العراقي كاتانيش عن سبب عدم استدعاء اللاعبين المحترفين أمام الإمارات بقوله هي فرصة جيدة أمام اللاعبين الجدد لإثبات إمكاناتهم ولتعرف على مستويات اللاعبين الذين لم يلعبوا لفترة طويلة. في هذه المواجهة تعرض مدافع منتخبنا علي عدنان لإصابة في الكتف ليغادر الملعب متأثرا بها، لتثبت الفحوصات الطبية أنه تعرض لكدمة وتمزق بعضلة الكتف الأيسر، وقد بقي في الإمارات لتلقي العلاج حتى شفائه بالكامل. أعرب قائد المنتخب العراقي أحمد إبراهيم عن اعتزازه بالتكريم الذي حصل عليه من اتحاد كرة القدم الإماراتي بمناسبة خوضه المباراة رقم 100 مع أسود الرافدين، وقد أثنى إبراهيم على الدعم الذي حصل عليه خلال فترة احترافه في الإمارات. أشار المدرب السابق لمنتخب العراق نزار أشرف أن المستوى الذي ظهر عليه المنتخب أمام الإمارات كان متوقعا لسببين: الأول غياب عدد كبير من النجوم خصوصا في خط الهجوم، والثاني يعود لفلسفة المدرب كاتانيش الهادفة إلى عدم الخسارة. فيما أعرب الدولي السابق كريم صدام عن قناعته بعدم ارتقاء المباراة إلى المستوى المطلوب، وأنها جاءت نتيجة لقلة تجمعات المنتخب بسبب كورونا، عادا التعادل نتيجة طبيعية في ضوء معاناة المنتخب من غياب أكثر من 7 لاعبين أساسيين. فيما نوه الدولي السابق علي وهيب إلى أن منتخب العراق افتقد إلى ميزة بناء الهجمات من الخط الخلفي على العكس من وضعه في الأعوام السابقة، مشددا على أن خوف صفاء هادي من الإصابة أثر سلبا على أداء أسود الرافدين. في حين أشاد المحلل الكروي صفوان عبد الغني بأداء حارس المرمى جلال حسن خلال المباراة،
وتصديه لأكثر من فرصة محققة لمنتخب الإمارات مشبها جلال بالحارس الألماني الشهير نوير نجم المنتخب وبايرن ميونخ، كما أشاد العديد من المحللين بمستوى حسن متمنين له التوفيق في المرحلة المقبلة. متواصل بمحورنا هذا عن مشوار منتخبنا الوطني بكرة القدم ومباراته الأخيرة الودية أمام نظيره الإماراتي وما أسفرت عنه هذه المواجهة من انعكاسات وانطباعات على المستوى الفني. هذه وقفة مع آراء بعض المعنيين بالشأن الكروي حول هذا الأمر، نتابع ولنا عودة. كنا نأمل أن يخوض منتخبنا الوطني مباراة مع منتخبات من جنوب شرق آسيا التي تتميز بالرتم السريع. هذه المنتخبات التي تتميز بالرتم السريع تفيدنا كثيرا في لقاءاتنا المقبلة في التصفيات، لأننا سنلاقي أكثر من منتخب يتميز بهذا الرتم السريع. كنا نأمل مثلا أن نلاقي منتخبنا منتخب كوريا الجنوبية وهو من المنتخبات المتميزة في جنوب شرق آسيا، لكن منتخبنا لاقى منتخب الإمارات الذي استلمه حديثا المدرب الهولندي مارفيك، وكنا نأمل أن يضع بصمته على هذا المنتخب، لكننا حتى هذه لم نراها. مثل ما تعرفون أنه الظرف اللي مر به العالم بالأجمع ظرف صعب جدا، فأكيد نعذر البعض، لكن البعض ما يكونوا معذورين اللي هم متواجدين أساسا مع المنتخب. الاستفادة الوحيدة هي كانت للمدرب أو الكادر التدريبي بصورة عامة، كون أنه اللاعبين أغلبهم لاعبين شباب لأول مرة، وبالأضافة لهذا اليوم المدرب ينظر ليس نظرة كحال الجمهور، لا ينظر هو كيف مستقبل المنتخب راح يكون، لاختيار لبعض اللاعبين وضمهم للمنتخب حتى يكون اكو تشكيل مهم وتشكيل قوي. فاعتقد المباراة استفدنا من هو النظر او الاختيار على بعض اللاعبين، لكن كفنيا ما كانت اكو اي فائدة. وفق المعطيات اللي موجودة انه الوضع طبيعي جدا، يعني المباراة كانت بالنسبة للفريقين، الفريقين يمرون نفس الظروف الموجودة، فأعتقد أنه المباراة عادية ما بها أي مشكلة، ولو أنه البعض من الأخوان والنقاد تكلموا عن المباراة، المباراة كان مستوى الفريق سيء، لم يقدم مستوى، يعني تعرف أنت المباراة الفريق تجمع الفريق يكون كل 3 شهور أو 4 شهور، يعني يحتاج إلى عدد من المباريات التجريبية لكي يقف على الاستقرار، لكي يكون مستقر الفريق ويقف المدرب على التشكيلة الأساسية اللي راح يستطيع أن يدخل بها التصفيات الثانية المؤهلة إلى كأس العالم. إذن مشاهدينا، نحن مع مشوار المنتخب وما أفرزته المواجهة الأخيرة أمام المنتخب الإماراتي من آراء مختلفة التي يعني اعتبرها الكثير بأنها بروفا متواضعة وغير مجدية من جميع النواحي، لأنهم لم يلاحظوا منتخبا يعني يتحضر جيدا للدخول في تصفيات مهمة. بالتالي يعني على المعنيين أن يعطوا جهدا واهتماما خاصا يتلائم مع مستوى هذا الحدث. في القراءة التالية سنتعرف على جوانب أخرى للموضوع، نتابع ولنا عودة. مباراة للنسيان هو أفضل عنوان وجده البعض من النقاد والمتابعين للقاء منتخبنا الوطني الودي أمام نظيره الإماراتي والذي انتهى سلبيا بكل شيء، لكن هذه المرة فالعذر موجود وربما يكون مقنعا إذا ما تعمقنا بالظروف التي رافقت تلك المباراة. فتوليفة كاتانيتش لم تكون هي الرئيسية التي ستخوض غمار التصفيات، بل كانت باللاعبين الاحتياط باستثناء بعض الأدوات الأساسية، كما أن الظروف التي رافقتها لم تكن مؤاتية تماما، على أساس أن الوباء الذي شل حركة الجميع له تأثير سلبي بكل تأكيد بعد أن فرض نفسه وأبعد الجميع عن المستطيل الأخضر لفترة غير قصيرة. لو حسبناها على الورق ربما نكون أكثر قناعة أن للظروف تأثيرا سلبيا يجعلنا في منأى عن محاولة النيل من لاعبينا وجهازهم الفني اللذين يتكفلان برسم الصورة البائسة التي شاهدناها على المستطيل الأخضر، لكننا لو أمعنا النظر جيدا وتجاوزنا الظروف نجد أنها نفس الظروف التي يعيشها الفريق المنافس وسائر منتخبات العالم،
وهذا ما سيجعلنا نعاود الانتقاد مجددا ونحمل كل من له شأن بطبيعة إعداد المنتخب مسؤولية ذلك الأداء الباهت وغير المقنع. فريق يلعب بطريقة دفاعية بحتة وكأنه يقارع أعتى منتخبات العالم على أمل أن الفوز سيضعه على رأس الهرم القاري أو العالمي والخسارة ستطيح به خارج المسابقة، لنشاهد تكتلا دفاعيا من 5 لاعبين وأمامهم 4 آخرون، ليبقى لنا مهاجم واحد فقط ضاع بين كماشة دفاع المنتخب الإماراتي الذي لم يظهر بأفضل حالاته كونه يعاني مما نعانيه نحن. جدال محتدم وحديث منقطع النظير بخصوص اللاعبين المحترفين الذين قدموا لنا لوحة فنية لم ننساها مهما حينا، لكنهم ما لبثوا أن وجدوا أنفسهم خارج حسابات الجهاز الفني، ويرى البعض أن الأمر مقصود ودبر بفعل فاعل كون أولئك اللاعبين غير مختلف عليهم، إذن فلماذا هم مبتعدون أو مبعدون؟ بحسب واقع الحال وما يمليه علينا من قناعات ربما نجدها غير مقنعة للجميع، بعد أن أيقنا حقا أن لدينا منتخب بارع وقادر على مجابهة أقوى منتخبات القارة الصفراء، فقد عدنا ثانية لنبحث عن بدائل لكنهم جميعا غير مقنعين. مشاهدينا، فاصل قصير نكمل بعده محور صدى الرياضة لهذا اليوم، خليكم ويانا. مشاهدينا، وللحديث عن هذا المحور وتسليط الضوء عن آلية إعداد المنتخب للتصفيات المهمة المقبلة، ينضم معنا عبر الهاتف من أربيل نجم المنتخب العراقي سابقا والمدير الإداري الحالي لمنتخبنا الوطني الكابتن باسل غورغيز. فأهلا وسهلا بك كابتن، سعداء بانضمامك إلينا في صدى الرياضة. شكرا لك استاذ بلال، انا سعيد جدا باستضافتي الى قناتكم الكريمه، وانا لي الشرف اني اتحدث معك يا استاذ العزيز. بدءا كابتن باسل، يعني مثل ما عرفناك خلوقا ودبلوماسيا، عرفناك ايضا صريحا على مر الازمنه منذ ان كنت لاعبا وحتى الان، بعيدا عن كل الاعتبارات والمجاملات وبصفتك الشرعية كمدير إداري للمنتخب الوطني، هل أنت مقتنع بأداء منتخبنا أمام المنتخب الإماراتي؟ والله بصراحة يعني أنت لو تشوف يعني اللاعبين كلهم أدوا واجبهم في هذه المباراة، وكان عندنا يعني أنت لو تشوف التشكيلة الأساسية هي حوالي 7-8 لاعبين غايبين كانوا عن تشكيلة المباراة مع الإمارات، بالإضافة يعني لا ننسى دور المنتخب الإماراتي، المنتخب الإماراتي من الفرق الجيدة في المنطقة. أعتقد كان جيد، المباراة جيدة كانت، وكسبنا كثير من الأشياء، كسبنا لاعبين شباب، وهذا المغزى منها. تدري أنه هي مو أيام فيفا داي، ولهذا المدرب كانوا يدعو لاعبين شباب يعطيهم فرصة، وهذا كسب حقيقي. بالإضافة إلى مثل ما قلت لك لاعبين مو في فدي اللي اختلفوا عن المباراة ما يقدرون يجون، وبالإضافة لاعبين مصابين أيضا كان عندنا. الحمد لله أشوفها أنا مباراة جيدة، مباراة كانت لها إيجابياتها للمنتخب الوطني العراقي للاعبين وللمدرب. كابتن، البعض يشكل على الجهاز الفني عملية تجريب أكثر من لاعب جديد، في تساؤل يعني ربما يفضي إلى انتقاد في جعل المنتخب يعني بمعنى حقل تجارب، خصوصا أن الوقت لا يكفي لهذه الاحتمالات ولهذا الأمر، ما تعليقك؟ حقل تجارب يعني شو لك، هو المدرب وقناعته، المدرب وقناعته أنه يدعي اللاعبين بهذه المباراة، فهو أكيد يعني يفكر للمستقبل انه عنده لاعبين شباب ايضا يهمهم الى المنتخب الوطني العراقي، فما اعتقد يعني بيها انه حق التجارب، لا بالعكس فرصه، هي فرصه دي يعطي للاعب في هذه المباراه، وهذا فكسب، هذا شوف فكسب
اكتسب رايه يكون للمنتخب الوطني انه لاعبين شباب لاول مره يلعبون ضد المنتخب الوطني ومباراه بقيمه مباراه ضد المنتخب الاماراتي. انا اعتقد هذا الشيء جيد للاعب والمدرب، خاصه اذا اللاعب يثبت مكانه. تمام كابتن، سنبقى ضمن هذا الاطار. اليوم لدينا بعضا من اللاعبين المميزين امثال جستن ميرام، أحمد ياسين، وأيضا ياسر قاسم. يعني هؤلاء الثلاثة لا يختلف عليهم اثنان على الإطلاق من خلال ما يتميزون به من مستوى فني، وهذا ما توضح جيدا من خلال ما قدموه سواء مع منتخبنا الوطني أو مع أنديتهم التي يعني هذه الأندية كبيرة ومعروفة وأنت تعلم بذلك. فلماذا هم اليوم مبعدون منذ فترة ليست بالقصيرة؟ يعني احنا كنا مؤمنين انه مثلا احنا عندنا قناعة مدة طويلة انه لعبوا الثلاثة بالمنتخب الوطني ولاعبين جيدين. هاي قناعة مدرب، يعني هو قبل ايام طلع بتصريح ايضا، هاي قناعة مدرب انه هو قناعته بالفلان لاعب انه يدعيه احسن من دعوة هؤلاء اللاعبين. هو قناعة المدرب، احنا ما نقدر نضغط عليه، ما نقدر نقول له ادعي جاستن او تدعي احمد او ياسر او علي عدنان او غيره. هو قناعة الرجل وبيمن يقتنع ويدعي للمنتخب الوطني. ثق بالله سابقا، يعني حتى رئيس الاتحاد، حتى وزير الشباب، حتى رئيس الوزراء مع احتراماتي كلهم ولا قدروا يأثرون على كاتنش بدعوة لاعب. كون على ثقة. كابتن باسل ابقى معنا، سنتابع معا بعضا من انطباعات أهل الشان أعربوا من خلالها عن مشوار المنتخب وما أفرزته المواجهة الأخيرة أمام المنتخب الإماراتي. نتابع ولنا عودة. لعبنا مباراة أنا في رأيي الشخصي جيدة لأنها مباراة ودية ولاعبين أغلبهم جدد، لكن مع هذا المنتخب قدم بعض اللمحات أمام المنتخب الإماراتي، وأيضا اللاعبين لو كم تم تشكيل منتخب الوطني باللاعبين الأساسيين والمحترفين والمحليين أعتقد سيكون هناك كلام آخر يختلف عن مباراة الإمارات. وأحيي المنتخب على ما قدمه رغم به بعض الهفوات، رغم به بعض الإشكالات في التشكيل وفي بعض اللاعبين، لكن مع هذا تجربة صريحة وواضحة للسيد كاتنيتش. أتمنى لهم كل الموفقية وأتمنى لهم كل الخير في التصفيات القادمة. أعتقد أنه أداء منتخبنا الوطني لم يختلف عن أداء المباريات السابقة. هناك خلل في الجانب الهجومي، أعتقد أنه على المدرب كاتنيتش أن يشخص نقاط الضعف لدى لاعبينا، لأن حقيقة العنصر الهجومي كان غائب بل شبه مهمش في هذا اللقاء. والعراق أمام فرصة تاريخية للتأهل إلى كأس العالم وتحقيق سيناريو العام 86، لأن حقيقة يعني كل الأمور تصب في صالح منتخبنا الوطني، وهذا ما نأمله ونتمناه من جميع المعنيين عن منتخبنا الوطني أن يوفر الأجواء الملائمة والمناسبة لتحقيق غاية الجماهير العراقية بالتواجد في كأس العالم في قطر، ومن الله التوفيق. أهلا بك من جديد كابتن باسل، عرفناك يعني من خلال مسيرتك الكروية لاعبا من طراز النجوم ورجلا دبلوماسيا يعني وسهل التعامل مع الآخرين، لكن اليوم البعض يشكل عليك ويتهمك بالدكتاتور، يعني معذرة، هل صحيح هذا الأمر؟ لا سيما يعني بعد تصريحاتك بخصوص موضوع المحترفين وابتعادهم عن المنتخب، وقبل أيام أنت تعلم ظهرت أيضا على الملأ زوبعة يعني تتحدث عن إقصائك شخصيا للاعب مهند جعاز، بماذا تجيب حول كل هذه الأمور؟ بس استاذ خلي أصلح معلومة، أنه أنا ما أقدر أقصي أي لاعب، مستحيلة، يعني ما مو من صلاحيتي أقصي لاعب ولا أدعي لاعب، أنه الإقصاء الإبعاد أو دعوة اللاعب هي كلها من الكادر الفني. وأنا أتمنى يوم من الأيام ومن خلالك أنه أي واحد، أي إعلامي، أي محب، أي واحد يحب من الجمهور أنه ينتقدني انتقاء، يعني نقد بناء حتى استفاد منه، أنه يكون هل أنه أنا يوم من الأيام غلطت في تعامل ما، في تصريح ما،
أنا يعني ما أعرف منين يجيبوه هالكلام هذا. وبتعرف هذا الكلام كله إنه ماكو أي دليل لأي واحد مع كل اللي يتكلمون عليه. ماكو دليل، يعني دليل شنو اللي يتكلمون عليه على مقدر أجاوبه. فأنا صار لي 3 سنين بالمنتخب الوطني كمدير إداري أو 7 سنين، فهذا هاي المدة مو قليلة. أنا كسبت خبرة جيدة جدا بأداء واجبي في المباريات الآسيوية الخليجية العربية العالمية، خبرتي جيدة، فما أعتقد أنا أضيع هذا الشيء وأضيع اسمي إنه أدعي لاعب وأفرض لاعب. أنا ما لي دخل بهذا الموضوع، وما يهمني أي لاعب يجي للمنتخب الوطني أو ما يجي. أنا المدرب يوجهني إنه أدعي فلان لاعب من فلان دولة أو فلان نادي، خلاص أنا يبدأ عملي من آخر توجيه من المدرب إنه يدعي في أي لاعب مكان. هو هذا الأمر اللي أنا أعمل عليه، ولا أنا أدعي لاعب مستحيل أو أقصي لاعب سابع المستحيلات. كابتن باسل، هنالك فرق كبير بين التصحيح والتجريح. صراحة اليوم لم نرى اللاعب علي عدنان بالصورة المعروفة، خصوصا أمام الإمارات. نتكلم هنا عن الجانب البدني وزيادة الوزن الذي كما تعلم له تأثير كبير على المستوى الفني والمهاري وحتى الحركي. سؤالي، هل اليوم أمام الأسماء الكبيرة يصعب على الجهاز الفني والإداري اتخاذ قرارات بهذا الشأن، لا سيما وأن يعني مركز الكابتن علي يتطلب جهدا مضاعفا بمساندة هجومية وأيضا دفاعية؟ أنا ما أعرف، يعني زيادة الوزن لعلي عدنان ما أعرف من يجيبوها، يعني هو طبيعة جسمه هيك، يعني هو هذا الرجل هو طبيعة جسمه، يعني الجلوس يلبس الجيرزي مرات يكون ضيق، أو فهذا أنا ما أشوفه. يعني المدرب أيضا ما يشوفه إنه أكو زيادة. يا صحيح أكو فقدان باللياقة البدنية لترك النادي لمدة أكثر من شهر، معاك أنا هذا الشيء، بس هو كزيادة وزن تقبل لك العلي عدنان، يعني هو نفس وزنه، يعني ما متغير علي عدنان من بطولة آسيا لحد الآن هو نفسه، ورغم انه علي عدنان من الانواع اللي يتمرن كثير الرجل. كيف ترى طبيعة اعداد المنتخب يعني في ظل الظروف التي نعيشها الان، وبصفتك الاكثر قربا من صفوف المنتخب، اين تكمن نقاط الضعف في التشكيلة دائما؟ كانت تشكيل يعني الأداء، تعرف يعني جائحة كورونا أثرت على المنتخب الوطني كثير، خاصة ابتعاد اللاعبين وأيضا الدوري تأخيره إلى أن بدأ. فهو هسه نلاحظ الدوري شوية يعني الجولة 14 أو 15 هسه تبدي، فأمور تحسنت، اللاعب استقر أكثر. رغم هذا يعني أكو إصابات اللاعبين، أكو إبعاد اللاعبين، بس يراد لهم بعد وقت. فأتمنى إنه الأعداد مكثف يكون للمنتخب حسب يعني حسب الاوقات. هسه عندنا معسكر استغليناها بتوقف الدوري قبلها، ان شاء الله ندخل معسكر لمده 10 ايام واجراء مباراه واحده ايضا، فهذا شيء جيد ايضا للمنتخب. بالاضافه تبقى بعدين انه اللاعبين كلهم يلعبون في الدوري الى ان نذهب في معسكر مغلق قبل مباراتنا مع هونغ كونغ في هونغ كونغ. يعني احنا مباراتنا 30/3، فنذهب إن شاء الله يوم 23 أو 24 إلى هونغ كونغ وندخل معسكر هناك مغلق بدون أي مباراة ودية حتى طلب المدرب، ونجري مباراة مع هونغ كونغ إن شاء الله في 30، وإن شاء الله يكون الفريق أو المنتخب كله جاهز في أتم الجاهزية. كابتن، منتخبنا يتصدر فرق مجموعته ب 11 نقطة، ولدينا 3 مباريات أمام هونغ كونغ وكمبوديا وإيران، كيف تقرأ حظوظنا فيها؟ والله إحنا دا أقول لك يعني إحنا الاستعدادات مالتنا إنه اللاعبين كلهم يرجعون إلى إمكانياتهم الفنية العالية. أعتقد إحنا مباراتنا صحيح مهمة جدا مع هونغ كونغ، خاصة يجب يعني هي مباراة في هونغ كونغ تكون،
انه نتجاوزها ويا 3 نقاط. مع ذلك اعتقد المهمه تسهل اكثر لنا لان مباراتنا في البصره تكون مع كمبوديا. تحصيل حاصل ان شاء الله تكون مباراتنا مع ايران الاخيره في طهران. اعتقد انه امورنا جيده. اعتقد انه المنتخب الوطني جاهز وقادر ان يجتاز هذه المرحله بقوه. كابتن باسل، لك مني خالص الشكر والتقدير على تحملنا وعلى سعة صدرك وعلى انضمامك معنا. هل لك كلمة أخيرة؟ أنا أشكرك جزيل الشكر أخ بلال، وأنا سعيد جدا أنه أكون معاكم دوما. إن شاء الله نتلاقى بأقرب فرصة في مناسبة ثانية في لقاء ثاني، ولي الشرف أن أكون معكم من خلال شاشة الرافدين. بالتأكيد كل الأمنيات القلبية لحضرتك ولمنتخبنا بتحقيق نتيجة طيبة، نتيجة إيجابية تسعد المتابعين، الجماهير، العراقيين جميعا. إن شاء الله يا ربي يعني يتحقق هذا الحلم الكبير. مشاهدينا، كان معنا عبر الهاتف من مدينة أربيل نجم المنتخب العراقي سابقا والمدير الإداري الحالي لمنتخبنا الوطني الكابتن باسل غورغيس، الذي وضع كل الأمور المتعلقة ووضح لنا أيضا الأمور المتعلقة بمنتخبنا الوطني، فشكرا جزيلا له. تحنون وعلي صالح، وهنا كرة ملعوبة خطيرة. أوهوهو. يا سلام، حلوة كانت اللقطة. مشاهدينا، إذن هكذا آلت إليه الأمور في طبيعة إعداد منتخبنا الوطني، هذا الاستعداد الذي يعد غير مثالي نوعا ما، إذا عدم تجمع اللاعبين وابتعاد أغلب عناصر التشكيلة الأساسية فضلا عن انضمام لاعبين جدد، بالتالي غياب عامل الانسجام، لا سيما النقص الواضح لبعض المراكز إلى آخره. لكن لو أمعنا النظر جيدا، نحن نتحدث عن فترة ضيقة لتصفيات مهمة هي على الأبواب، لذلك علينا أن نستبدل هذه المعطيات المشتتة وغير المجدية بحلول مرتكزة وآلية عمل ممنهجة فيما تبقى لنا من فترة قصيرة قبل دخولنا في التصفيات الآسيوية المرتقبة، والتي تنتظر فيها أسود الرافدين 3 مباريات مهمة أمام هونغ كونغ، كمبوديا، إيران. نأمل أن يظهر فيها منتخبنا بالصورة اللائقة والعبور بنجاح إلى الدور الثاني المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في الدوحة. وقولوا معي إن شاء الله. على الموعد نلقاكم بإذن الله. هذه تحياتي بلال بداع، مع السلامة.